الفنان المصري عصام كريكة اليوم في بيت الفن. عصام كريكة من أسوان، مولود في أسوان، من أب مصري وأم مصرية. بس منتشرة كتير أن أنا من أب سوداني. أنا الحمد لله كملحن لي اسم كويس، نعم، وتعاملت مع أهم نجوم الوطن العربي. إلى أي الألحان وصلت إلى الجمهور أكثر؟ وأيضا عصام من خلال من وصل؟ من خلال نفسه أم الفنان؟ لا، أنا هقول لك حاجة، هو الملحن أنا بعتبر أنه هو لازم يلحن كل الأنماط وكل الأشكال. خبرنا شو سالفة هالعمة وليش دائما أنت حاطنها؟ هل تبغى تسوي موضة خاصة فيك يعني، أو خاصة على، أو يعني مثلا تطرح موضة للرجال كلهم بشكل عام؟ أنا ما كانش قصدي بيها أن أنا أعمل موضة والناس تلبس زي، لا خالص، نعم. أنا كنت بس قاصد أن أنا أبقى شكلي مميز. بيت الشهرة. بيت الشهرة، وأنت ما شاء الله مو قاصر شهرة. افتح بيت الأسرار. بيت الأسرار. الأخبار؟ الحمد لله، والله تمام الحمد لله. لا، انا اخترت طريق شقي ليا، ما كنتش اعرف ان انا اغني في مهرجانات بقى واسافر و انا كنت عارف ان انا صوتي محدود وهيغني حاجه خفيفه. كارمو كارك بيخرب ديارك. شو يعني مطرب شقاوي باعتبارك لقيت لحالك تخريجي؟ قالت لك بعد اسبوعين كمان نزلت بقى، قالت لك اصل هو بيوصلني للاستوديو كان عايز يتحرش بيا. تفتكر الشخص اللي قدامك ده ممكن يكون راكب عربيه واحده وانا بوديها للاستوديو عشان تغني اتحرش بيها؟ ورحمه ابويا وامي هي دي الحقيقه اللي انا حكيتها لك النهارده. ما وصلت لمستوى رئاسه الجمهوريه يا راجل، حرام عليك. الكلام ده بتاع ميديا. كان معاكم عصام كريكة. اهلا وسهلا. عموما انا مو بالعاده اني ادخل طبعا في هاي الفقره مع اي ضيف، لكن حاب اقول لك انك كل عام وانت بألف خير. اليوم طبعا يوم ميلاده، ووين المفاجأة يا شباب؟ يا حبينا نحتفل معاك بهذه المناسبه وان شاء الله العمر كله. الله يخليك. يلا الله. ان شاء الله عقبال 200 سنه. حبيبي 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 حبيبي، ميرسي قوي. هابي بيرثدي تو يو. لا، من غير ما نقول خلاص. ميرسي جدا جدا، شكرا لك وشكرا. الله يخليك. اكيد معاك نختم الحين. شو بتقول في هذا اليوم؟ حبايبي انا بقول ان انا مبسوط والله ان انتم افتكرتوا عيد ميلادي. كان امبارح 13/5. العمر كله الحمد لله. العمر كله. يعطيك العافيه. في امان الله. باي باي. شكرا. يعطيك العافيه حبيبي. الواد ابو لمعه او شنكوتي، كيف ممكن الناس تقول عنك انك انت رجل محترف وأغانيك كتير حلوة وبنفس الوقت ناس بتوصفك بالإسفاف؟ لا، هو أنا من الأول عامل كده علشان ما ضرش نفسي كملحن. يعني أنا لو ملحن وبعمل أغاني ليا شبه حمادة هلال وعمر دياب وحاجة كده، هما مش هيقولي قولولي لو في صالحة أروح لها وصالحة. نحن بحاجة لنحط رقاصة بفيديو كليباتنا للناس تشوفنا ونحن مانا بحاجة شهرة؟ لا مش عيب. بحي جرأتك. يا لهو، ده في كل حتة الأغاني فيها رقصات يعني اتملت، وتجيب واحدة بترقص يعني ما فرقتش، خلي الناس تتمتع يا راجل. عيني عيني يا عيني، عمر عيني ما دمعت إلا على كل شيء غالي.